نهار اسود يا نهار اسود يا نهار اسود، انا قلبي وقع في رجليا. تفتكر البنت ماتت؟ ماتت يا لؤي ماتت؟ معرفش 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 ماتت ولا اتنيلت. المهم ان احنا خرجنا منها، يا رب ما يكون حد لقط نمت العربيه. لا لا، الدنيا كانت كحل، الدنيا كانت هصه هصه، ما فيش حد شافنا، ما حدش لقط منكم العربيه، ما حدش ما حدش. بقول لك ايه، انزلي خدي اي حاجه البيت. انت اتجنن؟ انت هتنزلني هنا؟ مش هسه ما يكون حد لقط نمت العربيه ويعرف بيتك فين. طب انت هتعمل ايه؟ هتروح فين؟ هروح اتلقح في اي حته لغايه الصبح. ملقتش غير الحته المقطوعه دي اللي تنزلي فيها. يا ستي انزلي بقى، هتلاقي اي عربيه جايه في وشك سوري لها هتقف لك. انزلي بقى انزلي. اليوم الفصلان ده، استر يا رب، جيب العوائل سليمه لاجل حبيبك النبي يا رب. فين عم زغلول يا ام فاطمه؟ في ايه؟ عم زغلول بينا يا رب. نعم يا ابني، في ايه؟ عسكري واقف تحت مع المعلم شلوفة بيسأل عليكم، ولما سألناه عايز ايه قال ابله فضت خبطات العربية. يا لهوي، بدي ضاعت يا زغلول. بالراحة بالراحة يا ست بالراحة. اهدي بالله اهدي بالله، مش كده. هي فين دلوقتي يا ابني؟ معرفش يا عم زغلول، تعالى وانت تعرف منه. يلا يا لا حول ولا قوة الا بالله. يلا يا يلا يا ابني، لا حول ولا قوة الا بالله. هات الباب وراك يا ابني، هات الباب وراك يا ابني. ولا يهمك، خلاص انا تعودت على كده. هعمل ايه بس؟ هعمل ايه بس يا مطر؟ انا فتحت لك قلبي يا مطر اكتر من 20 مرة علشان تفهمي وتقدري اللي انا فيه. انا عارف ان انا بغلط في حقك كتير، بس معلش استحمليني غصب عني. ايه هتقولي برضو فش غل وحلاوة روح؟ ابويا هيجنني، مش عارف اعمل معايا. قلتلك قبل كده ابوك ما بيفكرش في حد غير في مصلحته وبس، ما صدقتنيش. قلتلك اني صدقتك، صدقت كل كلمة قلتيها، بس اعمل ايه؟ ابويا اتبرى منه؟ يا ريت نعرف. واللي مادة ايه؟ مش اخوك؟ بقولك ايه؟ اصطبحي على الصبح، انا مش ناقص كلامك ده على الصبح. يا براء انا عاوزاك تعمل الصح. اموت واعرف ايه هو الصح. عاوزاك تعرف ازاي تكسب من اي خسارة، واذا كان خلاص ابوك كبر وعقله خف يبقى انت عقلك صاحي وقلبك ميت، وتعرف ازاي تستفيد من الكل. صباح الخير يا باشا، المطلوب. ازيك يا سوريا؟ ازيك يا باشا؟ انت متاكد ان محدش كان مراقبكم؟ انا نفذت الخطه بالحرف الواحد، يعني لو كان في حد ماشي ورانا يبقى زمان دماغه اتضربت في الخلاط. ده انا يا باشا اللي دماغي اتضربت في الخلاط من كتر اللف والهري والنكت. ما يصحش كده يا باشا، مش كل ما تبقى عايز تشوفني يعني هلف كعب داير كده والبس اللي بقى. يا بنت وطي صوتك، انت ما بتفصليش يا اخويا. براحه عليا شويه، ما تزقش كده اخوكي.
اتكلمي عدل قدام الباشا. لا مؤاخذه يا باشا، حقك عليا يا باشا، معلش. روح انت عالي حضر اللي اتفقنا عليه، الميعاد الليله. تحت امرك يا فندم. تعالي يا بت. طيب يا بي. اقعدي يا سوري. تسلم يا باشا. هو يعني لا مؤاخذه يعني انتوا هتروحوني يعني ولا هتعلقوني؟ لا مش هنعلقك، هنروحك. بس انت قولي لي ايه اخر الاخبار؟ والنبي يا باشا انت عسل. طيب كده وحنين. انا برتاح قوي لما باجي اتكلم معاك، انت بتكلمني بهدوء. الباشا التاني على طول بيهب فيا كده زي القضا المستعجل، ما بيخلينيش اقول كلمتين على. خلاص يا باشا معلش انا اقول لك الصراحه يا باشا، نفذت كل اللي انت طلبته مني بالحرف الواحد وكله تمام التمام، والراجل اطمني على الاخر. بس انت طبعا يا باشا يعني تفتح مخك معايا كده وتظبطني وتكلمني بالراحه، انا اجيب لك كل حاجه في الدنيا. انا طبعا الموضوع عندي مش موضوع فلوس، انا يهمني اخدمك طبعا بعنايه واعمل لك كل اللي انت عايزه. اه ما دام انت بتعاملني كويس انا اديك. انا بس يا سوريا. ليه بس كده يا باشا؟ لسه كنت بقول عليك حنين وبتكلمني بالراحه. خلاص يا باشا. بص يا سوريا ماشي، أنا جايبك النهاردة عشان حاجة محددة. ماشي يا باشا أوامر. النوح بيحضر لشغلانة جديدة. أيوه. الشغلانة دي عبارة عن إيه؟ أيوه. النوح هيجيب شوية أدوية. آه. شوية الأدوية دول هيجيبهم باسم شوية أجزخانات. أيوه. الأدوية دي سامة وخطرة جدا جدا جدا. يا نهار أسود ومنيل، هيسمني؟ كده مش هيسمك لوحدك يا سوريا. كده يبقى ناوي يسمم المصريين كلهم. معلش يا باشا انا غبيه ما افهمش في الحاجات دي، والنبي معلش كلمني بالراحه. طيب بالراحه والنبي. يوه. يا باشا ايه يا باشا؟ اديك نسيتيني اللي كنت هقوله لك. ولا يهمك يا باشا، نعيد من الاول. احنا كنا بنقول يعني ان انت طيب. اه خلاص افتكرت افتكرت افتكرت. بصي بقى، كل اللي انا عاوزه اسم اي اجزخانه من الاجزخانات اللي هتروح لها الادويه السامه الخطره جدا دي، ها؟ او اي معلومه عن ميعاد الاستيراد. طب لما اخذ يعني يا باشا، وانا هعرف الحاجات دي ازاي يعني؟ احنا جايبينك هنا سوريا عشان نعرفك هتعرفي الحاجات دي ازاي. ماشي اذا كان كده ماشي. طب انت بقى لازم تظبطني دلوقتي كوبايه شاي كده وشويه سندوتشات كده عشان الواحد جعان برضو. بقول لك ايه يا باشا، والنبي انت حنين وجدع كده وطيب وشك سمح، وانا برتاح لما بتكلم معاك والنبي تضحك. عيال ولاد حرام يا فندينا، خبطوا البنايه وجريوا زي الفيران، محدش لمح حد فيهم. يعني شود قالوا كلام كتير والحكومة بتحقق. أفندينا يا بابا، معقولة كل ده يحصل لفوتنا؟ ما تقوليش أنت مش عارف غلاوتها عندي. والله يا ابني اتلهينا، ومن ساعتها ما بتكلم روحها. الحمد لله. إلا بالله. الحمد لله. طب وهي عاملة إيه دلوقتي؟ الحمد لله الدكاترة بيطمنونا. ينفع أشوفها؟ طبعا يا ابني. أه الدكتور خرج أهو. طمنا يا دكتور. الحمد لله بقت احسن دلوقتي. الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. ربنا يوفقك. خميس. هو الدكتور قال ما نتعبكيش، بس انا حابب اطمن عليكي، اطمن على احلى بنت في الدنيا. ممكن تجيب ايدك؟ أنا كده بقيت كويسة الحمد لله، وإن شاء الله كمان هتبقي أحسن. زعلان عشاني ولا صعبان عليك؟ أنا مش عايزك تجهدي نفسك بالكلام، أنا عايزك تعرفي كويس إن ولوتك عندي اللي عملها لا يدفع التمن غالي. حدرجة بدلجة، حرموش غلموش مرهوش منتوش. الله حي وحياة أمك لو وريكي شغل الحلة حوش بتاعك ده. جرى ايه يا ست شوق؟ مالك واخدنا على الحمي كده وفير على الآخر يا أختي؟ بتلعبي بيا الكورة من ساعة ما شفتك وانت بتقولي لي كلام ما بيحصلش، أعمل فيكي ايه؟ يا ست شوق الحاجات دي ما تتخدش قفش كده، ده شغل ارواح. بسم الله الرحمن الرحيم، حلهوش مرهوش منتوش. لازم صبر ونيه صافيه. وانا بقى اللي نيتي بني ان شاء الله. يا وليه حرام عليكي، هو انا حلت غير نيه؟
اسم الله عليك يا حبيبتي، هو في زيك؟ ده انت ست البنات وزنت الستات وتطلعتي لحتي كده. خلاص يبقى ركزي مع ام شويه، راعي ربنا في الحجاب اللي بتعمليهولي، خلي الدنيا تتحرك شويه بدل ما هي واقفه ومحجره كده. يا وليه حرام عليك، ده انا اطلع لي حب الشباب. خلصيني. حطيتي الحجاب في المكان اللي قلتلك عليه؟ لا، ما قدرتش احطه في المكان اللي قلتلي عليه، بس حطيته تحت المخده اللي بينام عليها، بس ما حصلش حاجه ولا بيعبر امي. قوليلي كنت طاهره؟ ما انا طول عمري طاهره يا وليه. خلاص هتلاقيه جاي للجالي ومتكعبل في عتبتك. متكعبل ازاي؟ بقولك بيعدي قدام باب الاوضه وكاني هوا. تقوليلي يتكعبل؟ هطلعله في الضلمه يعني وحطوا له قلب طوب علشان يتكعبل على وشه؟ انت هتجنيني. اهدي بس واسمعيني. ما انت اللي بتقولي كلام يفور الدم يا حنطومه. ده اختبار من فوق ولازم تبقى هده وتكني في اوضتك واستني. هتلاقيه جاي لك مخبط على باب اوضتك مقدم لك فروض الولاء والطاعه. وبادعي لي اوعى تنسي الاسم، حنطومه سقسقه عشان الدعوه تجوز. هات الجوز وسيب العجوز، هات الصغير اللي محير. اوعى. وحياه امك لو ما حصل الكلام اللي انت بتقوليه ده اللي هكون مبلغه عنك بنفسي. عارفه ده انا اللي هسلمك بايديا دول، وساعتها بقى بيوريني الكوز بتاعك ده هيعمل لك ايه. وفطره بفطره بقى. الله حي. ما تخلي مراتك تسيبها من حدوده حنتومه دي، دوليه نصابه واكله بعقلها حلاوه. هي بتفك عن نفسها شويه يا حاجه، انت عارفه انها مقطوعه وملاش حد يطل عليها ولا ياخد حسها غير حنتوم. مالك يا اخويا، بقالك مده كده مش عاجبني. سهلت عليك العافيه يا حاجه. لا انا حلو، طمني كويس. اوعى تكون اتكدرت من الكلام اللي قلته قدام النوح. انا مش قصدي اصغرك، لكن عايز اكبر خميس. ما تفرقش يا حاجه، كله محصل بعضه. تبقى انت زعلان من كده. او هزعل من ايه؟ الله، ما هي دي الحقيقه يا حاجه. خميس هو المعلم، محدش يقدر ينكر. وهي بانت يوم ما سابنا بقينا في النازل وانا ما قدرش اسد مكانه. ظهر ان انا كبرت وما بقتش حامل السوق. ما تقولش كده يا ابو سنه. ما اقولش كده ليه؟ الله، ما هي دي الحقيقه. هننكر؟ اللي ما يشوفش من الغربال يبقى اعمى. وبعدين يعني احنا هناخد زماننا وزمان غيرنا يا حاجه، ده يبقى طمع حتى. ربنا يخلي لنا خميس ويبارك لنا فيه. ويخليك يا اخويا. خليك مع خميس، خميس من غيرك ظهره عريان وصدره مكشوف. اوعى تخلى بيه في يوم من الايام يا ابو سنة. خليك في ظهر خميس علشان نرجع اللي فاتنا ونرجع تاني سياد السوق. البدل دي كلها تلميها وتحطيها في اي مخزن ولو انها غاليه عليا، بس خلاص ما بقاش ليها لزوم. بنت يابيسه، مالك مسهمه كده ليه؟ عايزاني اعمل ايه يعني يا ابله؟ تفرحي لي يا عيون قبلتك بدل ما انت قلبه خلقتك كده. ربنا اعلم انا فرحانه لك قد ايه. ما هو باين على وش امك. صعبان عليا يا قبلتي شغلي معاكي، هرجع تاني اتبهدل واتمرمط في ايد اللي يسوى واللي ما يسواش واللي تصفر لي واللي تزرق لي، وانا ماليش غير ربنا وانتي. يا بنت لو باقي عليا سيبك من الكار وتعالي اقعدي معايا في بيتي خميس، اهو منك تساعديني ومنك ترتاحي من الهم ده. ده كارنا يا قبلتي ومعرفش غيره. يا عبيطه، هفشى في ايه يعني؟ مرمطت الزباين وهلفطت السكاره وبلاوي الليل. الست مننا تتمنى ايه غير بيتي يلمها ويحميها من كلاب السكك اللي عايزه تنهش لحمها. ده مقدر يا قبلتي ونصيب ومكتوب على الجبين. المكتوب عمره ما كان حاجه وحشه، اي حاجه وحشه بتحصل لنا احنا اللي بنروح لها برجلينا. يا بنتي ده ما فيش اطيب واحن على الغلابه اللي زينا من ربنا. يلا يا بيسه، يلا اختاري لي احلى فستان فيهم عشان اروح بيه الحفله مع سي خميس. حفله؟ حفله مين؟ ناس كبار قوي. وخميس قال لي هخش انا وهو دراعي في دراعه، وهيكون اول اعلان لجوازنا قدام الناس كلها، واول خطوه ليا على سلم العز وراحه البيت. قد كده انت فرحانه بجوازك من سي خميس؟ فرحانه بس، ده انا حاسه ان الدنيا مش سايعاني من الفرح، كاني بتولد من جديد، واخيرا بقى ليا اهل بعد ما عشت وحدانيه، وكنت هروح في طيس ولا حد كان هيزعل عليا. ويا سلام بقى على حته عيل اشيله في بطني 9 شهور واشوفه كده بيكبر قصاد عيني واحس ان اخيرا بقى ليا حس في الدنيا. ربنا يسعدك يا ستي وعقبالي يا رب. عقبالي يكشي يكون جمعه بلاش خميس.
مدام كرامة، العصبية عمرها ما كانت حل لأي مشكلة. اللي عندك ده حالة نفسية مؤقتة، وإحنا خلاص حلولها قربنا منها. أنا حاسس وعارف إنك تعبتي، لكن صدقيني رجوع صوتك ده مش مرتبط بحالة معينة، ده بس عايز شوية تمرين وإرادة منك. تاني هنرجع لموضوع الخلفة ده. خلي أملك في ربنا كبير، ما أنا قلتلك مش وقته. وبعدين أنت مستعجلة على إيه؟ أنت لسه صغيرة. جوزك مش فاهم ماله؟ ما أنت لازم تصرحيني يا مدام كرامة. مش حاسه بنفسك انك ست، انت مش ناقصك اي حاجه، لازم هو يفهم كده. ومساله صوتك دي قلتلك دي حاله نفسيه مؤقته وهتزول. اذا كان هو اللي ضغط عليكي بالشكل دوت، يا ريت تبعتيهولي هنا العياده اقعد معاه وافهمه. خلاص بلاش، بس عايز اسالك سؤال. العلاقه الزوجيه يعني العلاقه الخاصه بينكم طبيعيه ولا؟ مفيش كسوف بين المريض والدكتور بتاعه، لازم اعرف عشان اعرف اعالجك. يعني ايه مشغول ولا مش عايز؟ يعني ايه مخنوق منك بسبب اشاراتك دي؟ دي مش اشارات صم وبكم، دي مجرد علامات عشان تتواصلي بيها مع اللي حواليك. مدام كرامة لازم تعرفي انت مش خارصة، انت عندك مشكلة نفسية مش اكتر وهتزول. اكيد في امل طالما ربنا موجود، بس المهم ان انت تساعديني. اهدي اهدي يا مدام كرامة عشان نكمل الجلسة. شفاعة هو المسؤول عن توزيع البضاعة دي، ومش عاوز أي غلطة المرة دي. كفاية قوي إن إحنا خسرنا واحد من أهم رجالتنا. وقبل ما ندعي لأي واحد فيكو هنكون قاريين عليه الفتحة، يعني المرة دي الغلطة بقبض روح. أنا بس آسف لك يا حاج، وبحقي نفسي ليك قدام الرجالة دي كلها. شفاعة أمر كبير، براحة ما تحت إيدك. أنت بتقول إيه يا حاج؟ يعني واحد من صبيانك لو طاعك اديله الأمان، لو خلف دمه حلال. يا كبير خلص الكلام. يلا رجالة ربنا معاكم. حصل كبير. بقول لك يا شروق، انا في فكره كده بفكر فيها بقالي مده وشايف انها هتريحنا قوي. فكره ايه دي اللي هتريحك؟ بقول يعني ايه رايك لو ايه يا راجل؟ ما تنط. يعني لو خدنا لنا بيت لوحدنا بعيد عن هنا. ايه ليه؟ ازاي؟ هما مش بيقولوا شيل ده من ده يرتاح ده عنده؟ او على الاقل انت تريحي دماغك من ضاويه وانا برضو دماغي ترتاح. ما ينفعش، مستحيل. ليه بس؟ وشك قلب ليه؟ واحده في مكانك كان زمانها هتفرح، مش تقول لي لا ما ينفعش ومستحيل. عايزني اخليك تفرط في حقك؟ عايزني اخليك تفرط في البيت اللي بنيته معاهم كتف بكتف، الحمل اللي شايله على ظهرك بقالك سنين، حتى وابنها المحروس في السجن؟ ده انا بحبك وقلبي عليك. شو
في حاجات كتير انت لسه مش فاهماها. خلاص فهمها لي، مش انا شريكتك؟ فهمني. والمثل بيقول القفه اللي بودنين يشيلوها اتنين. ده انا كتفي بكتفك، ولو لفيت الدنيا دي كلها مش هتلاقي واحده تحبك قدي. بس انت اطمن لي، اديني سرك. مش وقته شو، مش وقته. أبو سنة! كنت مسلم لها خدك ليه؟ مرتك جابشة في البيت وبتقول خايف على مصلحتك، ضاوية كل يوم تربيك شمالها زي الصفر يا مالوش عازة، وتقول ده عهد بصبنا عليه. كل خطوة بيخطيها خميس في السوق لازم توقع على رقبتك. وارجع اقول لي انسى يا خال، انسى. انسى ايه ولا ايه يا فندينا؟ انسى ايه يا ابن اختي؟ والمعلم ابو سنه ماله؟ الله اعلم، وكل واحد اضرب حاله. اكيد الست شوق ورا اللي هو فيه ده، اصلها بصراحه صغيره عليه ولا مؤاخذه عافيه، وهو يعني مطني. قد سطلت ولا ايه؟ خفت عوم؟ ها هو يا زوز ما اعرفش الواحد يتفك معاك بكلمتين ابدا. عايز تتفك؟ عندك الزريبه. ها هي وصلت للزريبه؟ هات يا اخويا نفس، هات هات. ولا عايز تاكل عيش تخرس خالص. يعني اخوك اختلف مع سواق التاكسي على الاجره ام قتله؟ بسيطه بسيطه. بسيطه ازاي يا ميدو؟ ده فيها اعدام. احكي لي كده، هو قتله ازاي بالظبط؟ سحله من العربيه لحد وجد ناس حبايبنا، وفي وسط الضرب راح غزوا بمطوة، جت الحكومة راحت ماسكاه. وخدوا المطوة؟ لا، عايل من الورشة راح مسلكها بالحكومة من الطب. هو أصحاب الورشة دول حبايبكوا قوي يعني؟ ناس حبايبنا قوي ورجالة قوي، وتلاقيهم في وقت الزنقة. خلاص. يبقى تاهت لأنها شيء. إزاي يا متر؟ إحنا نعمل ورقة بتاريخ قديم إن الورشة دي ملك أخوك. حلو؟ حلو. ونشوف حكاية تانية بقى غير حكاية الأجرة اللي بين أخوك والقتيل دي، حكاية فيها فلوس برضه. المهم يكون في سبب ان الراجل ده يروح على الورشه برجليه، ورشه اخوك، ونجيب شهود يشهدوا على كده. ودي بسيطه. حلو؟ حلو. ساعتها بقى يبقى الراجل طب على اخوك في ورشته، اختلف معاه على الفلوس، اتهجم عليه، تقوم القضيه تتقلب من قتل عمد لدفاع عن النفس، وبكده ينفد اخوك من الاعدام وتأبي جنى الاكرام. حلو؟ يا ابن الايه يا متر؟ ده انت اللي حلو، ابوسك. لا لا، تبوس ايه؟ كده الناس تقول علينا كلام مش حلو. ايه ده ايه ده؟ معقولة؟ في ايه يا متر؟ لا لا مفيش، شوية ابقى ارجع لك. من باب الاحتياط حاسب على المشاريع. معقول؟ ده انا قلت تلاقي الصنف مضروب ولا حاجة. معلم ابو سنة بدران الشواف خدامك.
زمان لما كان ابويا يتخانق مع امي كان يسيب لها البيت وياخدني في ايده وينزل على اقرب خماره واقعد يشرب يشرب والاخر يبص لي يقول لي الدوق اقول له ويدوقني اب ديمقراطي صحيح لا ديمقراطي ايه ده كان تعليمه على قده يعني واحنا مروحين كان يشتري باكو نعناع ويقعد يحشر في بقي عشان الريحة ما تبانش وامي تسمهر ما نروح البيت اصل امي دي كانت ايه كانت شديدة قوي 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 بس هو اللي كان حادف شمال زار كان طالع لي ولا ايه طب ما تنزل لي يا معلم ده مهما كان ابوك برضه وطلعش شمال ليه اذا كان كل اصحابه كانوا شمال هو يطلع يمين اول قرش حشيش دخل بيتنا هو اللي جاب اجل امي اما شافته في جيبه ما كانش قادر يخبيه في حته من الدارية شويه عن كده وما ماتت حزنت عليها قوي قوي وقعدت اعيط بحرقه لحد ما جت ضوي اختي وضربتني اول الم في حياتي قالت لي سد خشمك بطل عيط ما تبكيش بكى للحريم بس طول عمرها جديده شديدة وقلبها ناشف لقيتني ريح ولا إلها حزن لا يا إلها إيه خليه مسطور أو مسطول حلو انت كنت بتفزح كل يوم مش عارف يا انا تبط مني انا مش انا انا تبط ايه ده اثبت انت مين يا خميس ايه خميس انت عارفني الله انت خميس عارف انت بتسرقني يعني ولا ايه اسرقك ايه بس شيل الطبانجه دي الاول طبانجه يا طالما دي طبانجه بقى يبقى انت الخال انا اللي بقول لك ايه من شويه ده انت مسطول كنافه شكرا طينا مش يعني يا جدع بالراحه وطي صوتك حط صوتك حط صوتك انت بتعمل ايه ده؟ استنى بقالي ساعة بفتح الباب مش عايز يتفتح مفتاح بان عليه بايظ ولا ايه؟ بايظ ده انت مش شايف ده انا فتحنا كده افتح يا عم خال ضايع أول مرة أشوف خال فضيحة كده ايه ده؟ ايه؟ انت بتفتح بالسيجارة؟ معلش يبقى أنا شربت المفتاح انا قلت ايه كده ليه؟ انت مش شايف حاجه ولع ولع ايه ده؟ ايه؟ ده الباب مفتوح يبقى يلا ندخل بقى طب يلا يا شيخ يا سيد بس بقول لك ايه؟ وشوش بقى احسن من الضوء تصحى وتعمل لنا فيها المعلمه بجد اسد يا حبيبي سيب يا عم اقول لك ايه بقى تيجي نقلع الجزم ليه؟ عشان الصوت صح صح انا راح
صباح على خير. الحرب قامت ولا ايه؟ حاجة يا حاجة اصحي 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 يا حاجة اصحي. شرابية في ايه؟ الحق يا حاجة في نصيبة. مصيبة ايه؟ وانا نايمة سمعت صوت، طلعت بره اشوف ايه، ما لقيتش حاجة. انت يا ولية خبلتي اسمعيني للاخر يا حاجة، في نصيبة نصيبة. مصيبة ايه؟ خلصيني. جيت اخش اوضتي سمعت رجل بره، قمت مسحابة اشوف في ايه، لقيت يا لهوي يا لهوي يا وليه انطقي ما تجننينيش. المعلم ابو سنه واقف قدام الاوض بيتلفت يمين وشمال، وقام داخل على الاوضه وفيها ايه؟ راجل وداخل اوضته بالليل. ما هو ما دخلش اوضته. ما الاوضه مين؟ خش اوضه افندينا. افندينا فين؟ انت في اوضتي في سريري، ولو ركزت معايا شويه ممكن تبقى فيني. يخرب بيتك، ايه انت هتودينا في داهيه؟ يا راجل وطي صوتك شويه، حد هيسمعنا. يخرب بيتك، ايه انت هتودينا في داهيه؟ لا يا اخويا، هو انا اللي كنت خدتك من ايدك ودخلتك اوضتي؟ انت ضيفي النهارده وانا كريمه قوي مع ضيوفي واحب اظبطهم. يا بت تهد، بدل ما اسكعك قلم انزلك طقم سنانك. يا رب. طب جرب تعملها كده يا بنت. اهمدي اهمدي بقى، اهمدي يا ولية شويه. ما انا همدانه، هو انت شايفني بقطع في شعري ولا بحطه في السجاده؟ انا لازم افهم، انا ايه اللي جابني هنا؟ هندومه. هندومك ده ايه؟ لا هندومك انت. ده هند امك. هند امي هند ابويا. يا ود انت قمر من قريب. الله 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 الله. ما تيجي تبص على نفسك في المراية. بص على نفسي في المراية ليه؟ وانا جاي اتعرف على نفسي هنا. ما تجيب بص. بصتي بصتي يا بنت هتودينا في ده. يا اوعي يا راجل استنى، هو انت فاكر دخول الحمام زي خروجه؟ حمام ايه؟ وانا شرفتني ليه ده الحمام؟ اوعي يا بنت. طب استنى والنبي شوية. اوعي يا بنت. يا لهوي، ايه صوت الهبد ده؟ ياك تكون وقعت على رقبتها واتكسرت. امين يا رب تتكسر رقبتها يا رب. حاجه اروح اشوف ايه اللي بيحصل؟ انت اتجننتي ولا ايه؟ انت عايزاها تشوف جوزها مع كرامه تعمل لنا فضيحه؟ ده عايزه جنازه وتشبح فيها لط. تعالي خبطي هنا لما نشوف البلوه التانية. بس انا خايفه يا حاجه اخبط سي خميس يجي يعملها لي مصيبه. خبطي وخلصيني بس بشويش. حاضر يا حاجه حاضر. ده خبط يا وليه؟ انت بتوشوشي الباب يا حاجه. ما انت اللي بتقولي لي خبطي بشويش. بس مش للدرجه دي، اذا كنت انا مش سامعاكي خبطي عدل بس بالراحه. حاضر حاضر. بتعمل ايه هنا يا ابو
حسين. ضاوية؟ ايه ده؟ انا بحلم ولا ايه يا جدعان؟ وطي صوتك، مش عايزة فضايح. انت تتخرسي خالص. انا ايه اللي جابني هنا؟ انا فين؟ ما انتش خارج من الاوضه، ولو خرجت هصوت والم الناس عليك واقول انك اتهجمت عليا. انت بنت المفتاح. مش جايبه المفتاح. هات المفتاح. وطي صوتك، عيب هيسمعونا بره. هو انا زهقت دلوقتي. عايز تطلع من الاوضه؟ مد ايدك وخد المفتاح. ايه يا بنت الشغل القديم ده؟ انت بنت المفتاح بدل ما اكسر الباب. اموت في العنف. بقول لك ايه؟ لو كسرت الباب هم هيسمعونا بره، ولو سمعونا هضطر احكي لهم على اللي حصل. هو حصل ايه؟ داخل تتسحب عليا اوضتي وانا لوحدي واخده راحتي ولابسه عريان والاوضه فاضيه علينا والسرير مغري. الله 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 الله. والفرشه دافيه. ايه ده؟ والشيطان ما بيصدق كل ده وما حصلش حاجه. انت يا بنت المفتاح اسمعك كلام، انت جننت رسمي. انت لسه مش عارف انت فين؟ لا انا كنت نايم في اوضتي. ايه اللي جابني هنا يا معلم؟ انت جاي من بره على هنا وانا شايفك بعناية. انا كبرت وخرفت مش عارف يمينك من شمالك. انت بتقول ايه يا حاجة؟ احمد ربنا ان خميس لسه ما جاش، والا كان قومها حريقه. خميس؟